هتحدث كثيرا عن شغلك في الاتحاد، ولكن سؤال قبل ما اقفل ملف كارلوس كيروش، هل حقيقي ان محمد صلاح النجم الكبير تدخل في تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟ Look, as you remember, خليني أقول لك على حاجة. زي ما كلنا I فاكرين، listened and I read some news أنا سمعت وقريت بعض about الأخبار إن في ناس، وأنا قلت من حوالي 10 دقايق محدش، مفيش أي شخص، مفيش أي شخص تدخل في إدراج كابتن كارلوس كيروش للاتحاد المصري. كان بس أنا وكان كابتن أحمد مجاهد، وأنا اللي عرضت على كابتن أحمد مجاهد كابتن كارلوس كيروش. مفيش أي حد تاني دخل أو تدخل في العلاقة ما بيني أو إن كابتن كارلوس كيروش يدخل ويدرب المنتخب المصري. وكان طبعا القرار كان لرئيس الاتحاد، ومفيش أي حد تاني تدخل في هذا القرار. وكان ساعتها كان كابتن أحمد كان هو عضو من أعضاء الاتحاد ساعتها، وما كانش في حد تاني تدخل في العلاقة أو في القرار إن كابتن كارلوس كيروش يتدخل أو يدرب المنتخب المصري. كابتن محمد صلاح هو لاعب عظيم وشخص جميل جدا، بس ما فيش أي كلام، ما فيش أي شيء نقدر نقوله. ما حدش تدخل ما بيني وما بين كابتن أحمد مجاهد في التدخل أو في إن كابتن كارلوس كيروش هو اللي يدرب المنتخب المصري. أي حاجة زيادة عن كده غير صحيحة.